وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار. قضية حصلت أن الآن أمة من أهل مكة هاجروا المدينة، وكيف يكون الآن لا فنادق صحيح، لا مساكن، لا كذا لا كذا. ماذا حصل؟ آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. هذه لم تسجل في التاريخ، يعني مثل هذا لم يحدث في التاريخ قط. هذه الأخوة التي كانت بينهم، وأن الواحد يقسم الأموال، حتى البعض قسم الزوجات، بر آدم يقسم، قال انظر اختر إحدى الزوجتين، هو اللي يختار، أطلقها، فإذا انقضت عدتها تتزوج منها. سبحان الله، إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة. إخواننا لو كنا على هذا الحال لكنا والله في نعمة وخير، لكن اليوم إلا من رحم الله يأكل البعض البعض. نعم، الصلاة والسلام.